دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل والأخبار الممتازة، إن شاء الله يا ربي تكون أخباركم إيجابية والفلوس تكون موجودة، وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون أحلى من اللي تعدى. وأول أخبارنا للحمل، حظوظهم كبيرة، طاقة كبيرة، عندك الدعم والأخبار السارة من نصيبك. الثور، ركز مليح على خاطر فما بشرة خير، رزقك بين يديك، راهي تتحسن الظروف، وعلى قريب أخبار ترد الروح. إيلي جوزي مولود اليوم، اللي نتمنيه وكان الخير والسعادة في نهار عيد ميلاده، يا رب يكون نهار الكادوات والاحتفالات. زيد على قريب فما قرار يخص عقد جديد، هو الفلوس موجودة ولا يخوف عليه، لكن وقاية تحسن بعض المواضيع المهنية واللي فيه الخير ربي سهل فيه. السرطان، ترتاح من برشا ضغوطات، تعيش نهاير استثنائي، وإن شاء الله تحقق أحلامك. وأبواب الحب والسعادة من نصيب برج الأسد، عنده علاقة جديدة تنزيد في حياتك، راك تعيش تغييرات، أحلى الأوقات والحب الكبير يستنى فيك. إلى عذراء، مستقبل واعد بالرغم من الموجات السلبية والضغوطات المهنية، لكن راهو عندك تغييرات، والأيامات الجاية الحمد لله يا ربي تتنفس برشا طاقات إيجابية. نتعدي وللميزان، يعيش الرومانسية ويفرح بالجديد اللي ينزيد في حياته الشخصية، وفما انفراج مالي على قريب. ونصيحة دقيقة حظ البرج العقرب، بفضلك ما تخليش الأفكار السلبية تسيطر عليك، من طريقة عقلانية وإن شاء الله خير. القوس، راهي تتطور الأحداث بالنسبة ليك يا قوس، وتتسارع بشكل إيجابي، كيف وكيف الجدي الترابي، راهو نهاير البركة وتحقيق الأمنيات. زيد الفترة هذه كلها لقاءات إيجابية، وكان عدلو حب جديد، عندك قصة حب غرامية في الأفق. ونختموا مع الحوت، وقت نقولوا الحوت هو حوتنا الرومانسي، فترة ممتازة، فترة كلها حلول، هوني نحكي على حل موجود لبعض الخلافات الشخصية. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.